وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، كيف تفسر قيام السلطات في الدوحة بالسماح بدخول هذه الآفة البعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع في الوقت الذي يدين فيه العالم العربي والإسلامي هذه السلوكيات؟ نحن أيضا ندين وبشدة هذا التوجه لقطر بدعم المثليين والشذوذ الجنسي على أرض عربية، أرض إسلامية، لتأتي هذه القرارات يعني بمثابة ضربة خنجر في صدر الأمة الإسلامية والعادات العربية، العادات الخليجية، الأسرة الواحدة السوية. قطر لطالما أرادت الخراب للدول العربية لكنها فشلت، وهي يوم تنتهج نهج خراب وتدمير المجتمع القطري للأسرة الخليجية للأسرة العربية من خلال إدخال هذه الثقافات الغربية اللي لا تمثلنا ولا تمثل عاداتنا كخليجيين ولا كعرب ولا كمسلمين. لا نعلم أمانة ماذا تريد قطر بالتحديد، هل تريد تزعم المنطقة من خلال التميز والاختلاف؟ لكن الاختلاف لابد أن يكون بابتكار، بتنمية اقتصاد، بتسجيل اختراعات، بتاريخ، لا بالسماح بتسجيل المثليين ودعم الشذوذ الجنسي في شبه الجزيرة العربية على أرض رسولنا صلى الله عليه وسلم. قطر اليوم تحارب العادات، تحارب حربة الأديان السماوية الثلاثة، حربة الإسلام، حربة المسيحية، حربة اليهودية اللي حرمت الشذوذ الجنسي. هذا تهجم واضح، تهجم صريح على الأديان العربية اللي تحمل لذلك راية الغرب ومحاولتهم الاستدادية للفرضية على شعوب العالم. سابقا قطر خرجت من وحدتنا الخليجية والعربية، واليوم تثبت بأنها تخرج من ديننا الإسلامي، من عاداتنا، من تقاليدنا. فما أعتقد أن احنا رايح نتأثر على هذا النظام اللي ينتهج هذا النهج، هذه الأفكار اللي تدمر أجيالنا العربية الخليجية المحافظة. فللأسف نقول بأنها هي لا هي بعاداتنا ولا بتقاليدنا. والسنة يا أهل قطر. نعم، سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.